السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. خذ أجر في كلمة السلام عليكم تأخذ 10 حسنات، أما ألو كلام الإنجليز والغرب والفرنسيين مش تأخذ أجر. ألو، ما أجرك في ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك شيخ دلوقتي أنا لقيت مبلغ في المواصلات. الحمد لله. كبير ولا صغير؟ كبير كبير كبير. ماشي، بعدين فرحت يعني للموقف اللي هو بتاع المواصلات دي، ووصلت لهم نمرة، يعني سألت لو حد جه سأل عطيت له نمرة. طيب شوي، كام الوقت بقى اللي أصبر عليه؟ سنة. سنة؟ أعرفها سنة. بدم كبير يعني، بدم كبير. ذنب كبير بتقول؟ ما دام المبلغ كبيرا، لكن إذا كان مثلا 100 جنيه 200 جنيه مش هيبحث عن مصاحبة لمدة سنة، لكن لو مثلا 10,000 20,000 صاحبها يدوخ عليها 5,000. ماشي الله يبارك فيك. سنة، انتبه وعرفها تعريف جيد حتى يعني تصل إلى صاحبها، وأجرك على الله، لا تخشى من فوات الرزق.